بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك وندعوك دائما أن تشملنا برعايتك يا كريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري بحي الدراسة في مدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان نقدم لحضراتكم إن شاء الله تعالى حلقة هذا الأسبوع من برنامج في بيوت الله. وكما نعلم إخوة الإيمان، فالإسلام هو دين الحضارة والرقي والتقدم، وتعد الحضارة الإسلامية واحدة من أعظم الحضارات التي مر بها التاريخ الإنساني، وقد شهد لها بذلك كبار المؤرخين والمفكرين والمهتمين بحضارات الشعوب. وليس ذلك فحسب، بل شهد لها أيضا ما خلفته لنا من مراكز حضارية كبرى تنتشر في بقاع العالم المختلفة، ويشهد لها أيضا ما خلفته لنا من تراث وفكر وعلوم ومفكرين ساهموا في تقدم ورقي البشرية عامة. حول هذه الجوانب الهامة المتعلقة بحضارة الإسلام، يسعدنا أن يكون لقاؤنا بحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج، والتي نبدأها الآن بهذه التلاوة القرآنية الكريمة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم
صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا منصتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وكانت أولى فقرات هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري في حي الدراسة بمدينة القاهرة.